شارد. وبعدين بقى ايه قلت جبل شارد دي؟ انا ما قلتش قلت جبل شارد. امال قلت ايه؟ انا قلت هقط شنب جامد عشان الوظيفه يعني، مش دي وظيفه؟ لازم اقط. اتفضل يلا تعالى ورايا. مين ده يا مان؟ محمد حسين السواق الجديد يا فندم. اسمك ايه يا ابني؟ فضل شاكر. نعم؟ ما قالت لك محمد حسين يا باشا. بتعرف تسوق؟ لا مش من دسوق. بتعرف تسوق؟ لا لا اه طبعا بعرف اسوق. رخصة؟ معاك رخصة سواقة؟ أنا أول مرة أسمع الوقت. اه طبعا معايا رخصة سواقة، ما بسوق كده سعادتك. من عليك غلباوي. والله لا غلباوي ولا زملكاوي، بشجعش الكورة أنا. إيمان خد الراجل ده من قدامي، يلبس بدلة عم إبراهيم ويستنى بره الأوتيل جنب العربية. مستر شوقي لسه مبلغيني دلوقتي ان الشيف كمال مش عايز يطلع من الصاله الفي اي بي. عايز ينزل وسط الناس. لا يا فندم مفيش حد بيضحك. انا مش عارف هي دي بدله عم ابراهيم ولا ده الصوان.